ميدانيا عن آخر مستجدات أزمة الكهرباء الآن من بغداد معنا مراسلنا أحمد مؤيد. أهلا بك أحمد، يعني هل لك أن تخبرنا ما مستجدات أزمة الكهرباء، عدد تجهيز الكهرباء، وهناك ماذا عن خطة حماية الأبراج في ظل حديث رئيس الوزراء حول كشف أسباب تعطيل الكهرباء؟ مساء الخير ناطق. بداية، ساعات التجهيز في أغلب مناطق بغداد تحسنت نوعا ما، هناك استقرار في ساعات الانقطاع وساعات التجهيز، لكن بعض المناطق تشهد في ضعف في يعني فولتية الكهرباء التي تأتي إلى المناطق. بصورة عامة هناك يعني قبول ورضا، يعني أقل ما يعني يمكن وصفه بأنه مبدئي، ويعني لا يتلائم ربما مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن أفضل من أن تنقطع الكهرباء لساعات طويلة. مناطق بغداد تشهد يعني تجهيزها بساعات منتظمة نوعا ما، كما ذكرت قبل قليل ساعتين إطفاء ربما تقابلها ساعتين تجهيز للكهرباء الوطنية، خصوصا مناطق الخصخصة التي تتمتع بخصخصة الكهرباء الوطنية. هذه المناطق هي ربما الأكثر تضررا في الأيام السابقة نتيجة انعدام المولدات الأهلية. أما ما يتعلق بالخطط الأمنية، اليوم شاهدنا هناك يعني بحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك دوريات تابعة عن القوات الأمنية، وزارة الداخلية وحتى وزارة الدفاع تجولت على الأبراج وبرفقتها الكلاب المخصصة للكشف عن المتفجرات، وعثرت على بعض المتفجرات. بالتالي هناك تحرك لحماية هذه الأبراج من التخريب ومن التفجير ناطق. يعني إذا تحدثنا عن بغداد منقسمة إلى الرصافة وكرخ، يعني هل هناك انقطاع أكثر في جانب الرصافة أم الكرخ؟ ماذا عن ذلك؟ بطبيعة المناطق في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة هناك تفاوت في جميع الخدمات ناطق، ليس على مستوى الكهرباء فقط، الماء، الكهرباء، حتى البنى التحتية. ربما الكرخ يعني نوعا ما تتفوق على الرصافة في ساعات التجهيز، وذلك بسبب يعني بحسب يعني وزارة الكهرباء التجاوزات والحمل الثقيل للأبراج ومحولات الكهرباء، جميع هذه العوامل تؤثر على ساعات التجهيز وتؤدي إلى انقطاع التيار يعني حتى وأثناء المدة المخصصة لتجهيز هذه المناطق، نظرا للحمولة الزائدة في بعض المناطق التي تكتظ بالسكان، ويعني أغلب مناطق بغداد يعني هناك تجاوزات ربما على المحولات وعلى أعمدة الكهرباء الخاصة بالتيار الوطني. بالتالي هذه التجاوزات تؤثر نوعا ما على ساعات التجهيز وعلى معدل تجهيز الطاقة الكهربائية في هذه المناطق، لكن عموما الوضع اليوم يختلف عن يوم أمس والأسبوع الماضي، هناك تحسن ملحوظ في ساعات التجهيز لتيار الطاقة الكهربائية ناطق. في بث مباشر من بغداد كان معنا من هناك مراسلنا أحمد مؤيد، شكرا جزيلا.